تستقبل الأقاليم الجنوبية للمملكة عام 2023 على وقع أوراش مفتوحة. استفادت هذه الأقاليم من عدة سنوات من مسار تنمية مكثف من خلال برنامج تنموي خاص فقد كلفته 77 مليار درهم، وتجاوزت نسبة الالتزام الاستثماري فيه 80%. للمزيد عن آفاق التنمية في الأقاليم الجنوبية نتابع توضيحات زميلنا عمام العينين خلال مشاركته في موضوع برنامج اليوم. يعني منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية سنة 1975 تم تنميتها في جوانب عدة، لكن النموذج التنموي الجديد هو مسيرة تنموية لهذه الأقاليم. نجد على أن هذه الأقاليم تغيرت ملامحها، يعني من صحراء قاحلة من مدن متفرقة إلى مدن تضاهي كبريات المدن. نجد على أن كل المناطق الجنوبية يعني لها حظها من هذا النموذج التنموي الجديد، خاصة جهة قلميم وادنون، جهة العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخل وادي الذهب. لا نتكلم هنا فقط عن البنيات التحتية، مثلا الطريق السريع الرابط ما بين تيزنيت والداخلة، بل هنالك أو مثلا الميناء الأطلسي، هي مشاريع استأثرت بالاهتمام كبيرا في وسائل الإعلام. لكن يجب أن أعرف على أن هذا النموذج التنموي الجديد الخاص بالأقاليم الجنوبية يمس كل الجوانب في حياة الشخص أو في حياة ساكن السكان الأقاليم الجنوبية. نجد المجال الصحي، نجد في المجال التكوين، نجد في المجال الفلاحي والمجال الصيد البحري مثلا. هنالك يعني تغير ملامح من جوانب عدة إلى جانب تكوين أبناء المنطقة في هذا النموذج من أجل إشراكهم. نجد هناك مثلا مدينة المهن والكفاءات، نجد مستشفى جامعي ب 500 سرير، تكوين الشباب في الطب، كلية للطب. يعني هنالك نموذج تنموي متكامل مندمج صنع من الإنسان من أجل الإنسان.